الآن الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 11 أمشير، الكنيسة بتحتفل بنياحة البابا يؤنس 13 البطرك 94. والبابا يؤنس من ضمن الباباوات اللي قعدوا على الكرسي فترة كبيرة، قعد 40 سنة بطرك. وفي العصر بتاعه حصل تغير سياسي ضخم، لأن في عصر بابا يؤنس 13 انتهى حكم المماليك وابتدى حكم العثمانيين. فاكرين قلت لحضراتكم ان مصر من بعد الرومان حصل الاول فراعنه بطالمه يونانيين رومان، ده كله بقى احتلال يعني، وبعدين حصل الفتح العربي وبقت مصر ولايه للخلفاء، وبعديها الامويين، وبعديها العباسيين، وبعديها المماليك. وعند المماليك بقى قعدوا فترة من 1250 ل 1517 يحكموا مصر، ودي أسوأ فترة اتحكمت فيها مصر، لأن الفترة دي المماليك أصلا ما كانوش ناس ليهم انتماء للبلد. قلت لحضراتكم المماليك جايين منين؟ غالبيتهم عبيد تم شراهم، وجندي اتربى في معسكر، وكمان ما كانوش اصلا ليهم ديانه وبيحفظوهم الديانه الاسلاميه، فمنهم بقى اللي كان بيفهم امور غلط، منهم متعصب، منهم متسامح، لكن مش روح واحده، مش رؤيه واحده، ومش قلبهم على البلد، دول كانوا مماليك. عشان كده الصراعات كانت عاليه جدا. بابا يؤنس كان أصلاً راهب اسمه أبونا يوحنا ابن المصري، مولود في أسيوط في 10 فبراير 1475. بعد نياحة البابا يؤنس اللي قبل منه كان اسمه برضو بابا يؤنس، اجتمعت الكنيسة ولقوه هو كان إنسان عالم فاضل وكان محب للفقراء جداً، فاجتمعوا كلهم على إن ده يبقى البطرك. الكنيسة وقتها كانت بتعيش في سلام، وده شيء غريب وقت المماليك، لكن وقتها لأن كان المماليك في نهاية عصرهم صراعات بين الأمراء كتير جدا. وقت البابا يؤنس 13 كان حكم المملوك اسمه قايد باي، وقايد باي ده الحقيقة كان رجل كويس يعني إلى حد كبير، كان مهتم بالبلد، هو اللي عمل قلعة قايد باي بتاعت اسكندرية. حكم 18 سنة، هو كان كويس بالنسبة لنا، لكن كان مهتم بالحروب، الفترة دي كان كلها حروب، وغالبا لما كانوا هم في حالة حروب فكانوا مش في بالهم بقى يضطهدوا الأقباط يعني. قايد باي ده اتولد في روسيا أصلا، وبعدين اشتروه وهو عبد صغير، وعند 13 سنة اتباع لمصر، ومن ضمن المفارقات انه اتباع ب 25 دينار، لكنه كبر وبقى سلطان وهو عنده 55 سنة. وتستغربوا ان هو لما اختاروه سلطان قعد يبكي ليه؟ لان هو قال ان مفيش سلطان الا ما بتقتلوه، ما وقتها المماليك كانوا بيتطحنوا ويقتلوا بعض، فقال لهم طيب علشان اكون سلطان ليا طلب، قال لهم لو عايزين تعملوا انقلاب عليا ما تقتلونيش، قولي له امشي وانا همشي. هو كان سلطان وهو عنده 55 سنة، واهتم جدا انه يعمل جيش، صرف عليه الوقت ده بقى يعني في القرن ال 15 صرف عليه 7.5 مليون دينار، ودي كانت ثروه ضخمه، متخيلين سلح الجيش ازاي؟ وجيش كان قوي جدا، لكن 7.5 مليون دينار دول اتاخدوا من الشعب بتاعنا، واتاخدوا من الشعب خلى الشعب فقير جدا، الكل بقى كان فقير، اقباط ومسلمين. في الوقت بتاع قايد باي ابتدت
المملكة العثمانية يبقى لها قوة. العثمانيين دول أصلا كانوا إيه؟ هم أصلا كانوا إحدى القبائل اللي موجودة في آسيا الصغرى، وبعدين في منتصف القرن الـ14 بقى واحد اسمه بني عثمان، مجموعة بني عثمان عملوا جيش وابتدى يكبروا. لكن النقطة الفارقة وقت واحد اسمه محمد الفاتح ده عمل جيش جبار، قدر ان هو يخش القسطنطينية وقدر ان هم يعملوا بداية مملكة. الكلام ده في نص القرن الـ14. سنة 1453 بقوا مملكة قوية، وفي البداية كانوا على علاقة قوية بمصر، حتى ان المماليك بتوع مصر والأتراك وقفوا، حصل تحالف بين البرتغال، لما البرتغال وقتها اكتشفت طريق رأس الرجاء الصالح فحبت انها تحط ايدها على المنطقة، على مصر والسودان والحبشة اللي هي اثيوبيا والمنطقة دي، علشان تأمن طريق رأس الرجاء الصالح. فجت أخدت اثيوبيا، وجم علشان يحتلوا مصر. وقتها الأتراك اتحالفوا مع المماليك في مصر، قدروا ان هم يطردوهم. لكن نرجع تاني لقايتباي. قايتباي عمل جيش كبير، وكان وقتها ابتدوا العثمانيين بقى بعد شوية التحالفات دولم، لأنه اتحالفوا كمان ضد المغول، راحوا علشان ياخدوا هما الشام. فطلع قايتباي بجيش قدر ان هو يصد الجيش التركي، جيش ضخم كتير. وقتها كانت الأندلس أسبانيا، انتم متخيلين الخريطة، هو طلع بجيش ناحية حلب، وقتها أسبانيا الأندلس ابتدوا يتحرروا من العرب. فجي الحاكم العربي اللي في الأندلس في غرناطة، راح قال لقايتباي تعالى الحقني. فهو وقتها قال له لا، أنا مش هاجي، أنا مشغول في الحرب دي. ووقعت الأندلس. لحد النهاردة بيقولوا أن وقوع الأندلس يعني في إيد الأوروبيين كان نتيجة ضعف الاتحاد العربي. لكن الحقيقة الأندلس أسبانيا كانت أوروبية أصلا، فهم لما استعادوها للحكم بتاعهم. المهم أنه بعد شوية مات قايتباي، وجي بعد منه واحد اسمه قنصوة الغوري، ده كان مملوك برضو وبقى سلطان، بس هو كان إنسان ضعيف وكان مهتم أنه هو ياخد فلوس، فبدل ما الشعب بقى فقير بقى أكثر فقرا. وقنصوة الغوري ما قدرش ان هو يحمي البلد جامد، يعني هتشوفوا حصل ايه. لكن وقتها البرتغال بقت قدرت انها تحتل الحبشة واخدت المنطقة الجنوبية دي. حصل حاجة بقى مش لطيفة على مستوى كنسي، كان وقتها بقت في مشاكل بين الحبشة وبين مصر، لان البرتغال حطوا ايدهم على الحبشة، ومش كان احتلال، كانوا اقنعوا ملك الحبشة انه يبقوا تحت حمايتهم وهم هيدوله فلوس وكلام من ده، وهو وافق. الكنيسة القبطية كانت هي اللي كنيسة اثيوبيا تابع ليها، المطران بتاع الحبشة تنيح، فهم قدروا يقنعوه، يقولوا له ان البرتغال يقولوا لملك الحبشة ايه اللي يوديك لمصر تحط مطران مصري، ما ايه رأيك تحط مطران برتغالي؟ قال لهم بس احنا تابعين لمصر. قالوا لا، اتبع روما. وفعلا وافق. جه بابا روما قال لهم انا موافق تبقوا تبعي. فراحت البرتغال اختارت واحد دكتور كان من بتاع الجيش، ادهوله بقى مطران. بس بابا روما راح حطه وسماه ايه بقى؟ البطرك السكندري. وطلعت في كتب التاريخ اني بقى في بطرك سكندري تابع لروما، وده مش حاصل، ده هم يعني ناس كذبت كذبه وصدقوها، زي اللي من شويتين طلع كده وقال انا بطرك، يعني ده كذب كذبه وصدقها، هو اي حد يلبس كده ويبقى هو بطرك ولا ايه؟ فهو بتاع روما عمل الحكايه دي، وده وانتهت القصه، وده يعني ما قعدش كتير يعني. وقتها كمان كان البابا يؤنس بيرسم مطران لقبرص،
يعني كانت قبرص تبعنا، لكن عند قنصوه الغوري حصلت مشاكل ورجع المطران بتاع قبرص وقعد في الدير. قنصوه الغوري حصلت كم حروب كتيرة، وهو زي ما قلت لحضراتكم ما كانش بالقوة بتاعت القايتباي، طلع بجيش في معركة اسمها مرج الدابق في الشام، وكانت الأتراك عايزة برضو تحتل الشام علشان دي على حدودها، لكن قدروا ان هم يغلبوا قنصوه الغوري، ومات قنصوه الغوري تحت رجلين الخيول. كان وقتها قنصوه الغوري هو خارج بالجيش بتاعه لحلب، حط ابن اخوه تومان باي. تومان باي ده كان انسان راجل محترم جدا يعني، وهو قدر ان هو يحاول بشتى الطرق انه يحمي مصر لكن ما قدرش. هو ده اخ سلاطين المماليك تومان باي. مات قنصوه الغوري والسلطان بقى في مصر بقى هو تومان باي. ده كان شاب عنده 27 سنه. لما وقع قنصوه الغوري وانتهزم الجيش في مرج دابق في الشام، ابتدوا يخشوا على مصر. سليم الاول بقى بدايه حكم الاتراك، سليم الاول جيب جيش، وفي البدايه حاول ان تومان باي انه يصد الهجوم، ما قدرش، نتيجه ان المماليك الامر المماليك خانوا تومان باي وخانوا مصر وباعوا له البلد يعني كالعاده. ما هماش مصريين ومش فارق معهم البلد، فارق معهم بس انهم يخرجوا امنين وبفلوسهم. وفعلا حصلت معركة اسمها ريدانية في العباسية، وهرب تومان باي، وللأسف هرب عند واحد من الأعراب في البحيرة، شيخ الأعراب، وده رخر خانه باعه. راح للسلطان وقال له سليم الأول، قال له أنا تومان باي عندي، وسلمه رقبته. أخذوا تومان باي بعد ما صراع، كان فيه حرب شوارع في القاهرة. بعد الصراع ده أخدوا تومان باي وراحوا قطعوا راسه، شنقوه على باب زويلة، وقعد متعلق 3 أيام على باب زويلة. ومن هنا بقت مصر تبع ولاية تبع العثمانيين، تبع تركيا. تبعت لها بقى الضريبة والجزية، مصر كانت تدفع جزية لتركيا. ومن الكلام ده كانت 1517، وابتدى حكم الأتراك. نرجع لبابا يؤنس، قعد 40 سنة يجاهد كمحب للفقراء، وكان عالم، كتب كتب في الطقوس. في عصره استشهد القديس صليب الجديد، وده كان في وقت قنصوه الغوري، وده كان قصته لطيفة قوي. القديس صليب ده كان اتجوز، ولكن كان عايز يترهب انه يعيش متبتل، فاتفق هو وزوجته انه يبقى متبتل. وهو كان في الأديورة وقعد فترة كبيرة، وهو بيصلي قال العذراء ظهرت له قالت له انك هتنال اكليل الشهاده. نزل كان متقابل مع مجموعه غير مسيحيين، فبيسالوه انت ايه اسمك؟ ايه اسم صليب؟ انت مسيحي؟ ايوه مسيحي. يعني بتؤمن بايه؟ اعلن ايمانه انه بيؤمن بالمسيح هو الله المتجسد. قالوا كمان بتعلنها قدام مننا. اخدوه وقعدوا يعذبوا فيه ودوه للقاضي، قال له يا تسيب مسيحيتك يا اما تتقتل. اصر على انه يبقى مسيحي، اتعذب، وفي النهاية قطعوا رأسه. الشهيد صليب الجديد ده مدفون في حارة زويلة، وده كانت تعرفوا ان مفيش عصر مفهوش شهداء عندنا. في وقت البابا يؤنس ال13 كمان حصل موقف بايخ قوي لدير أنبا أنطونيوس وأنبا بولا. 1480 حصل خراب كامل للديرين دول. دخلوا قبيلة عربية على الدير، ذبحوا كل الرهبان وحرقوا مكتبة دير الأنبا أنطونيوس الكبيرة، كان فيها مخطوطات وكتب. اللي بقي من المخطوطات والكتب هو اللي كان اللي قدروا ان هم يهربوها بسرعة، لكن ذبحوا كل رهبان دير الأنبا أنطونيوس دير الأنبا بولا وخربوا الدير. 1480، وقعد الدير خربان 80 سنة لحد أما أعيد مرة تانية تعميره. تقول لي إيه ده بقى ده؟ التاريخ ليه كله كده بتاعنا؟ أقول لكم تاني بنعيد، اوعى تظن ان ده خارج تدبير ربنا. ربنا الله يرى ويسمح بالاضطهادات، ولكنه لا يترك ابدا. الكنيسه بتاعتنا رغم كل القلق ده كله وكل الالم ده كله ظلت قويه، زي بالظبط لما الممالك كانت بتتوالى على شعب ربنا في العهد القديم. ممالك تقوم وممالك تقع، لكن ربنا بيحمي شعبه دايما. بصوا في سفر دانيال الاصحاح العاشر
يقول له إيه؟ دانيال كان بيصلي لأجل الشعب اللي كان مسبي وقتها، كان مسبي، فيقول له كده. هو ظهر له الملاك وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به، لأني أرسلت إليك. ولما تكلم بهذا الكلام قمت مرتعدا. فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأن من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم وإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. ما تظنوش أن صلوات الكنيسة بتضيع، صلوات الأبرار بتضيع، صلوات الشعب بيضيع، تسمع الصلاة، لكن يجي ربنا يعمل إيه؟ دي له تدبيره بقى. فيقول ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي. ده الملاك بيقول لدانيال إن وقف يحارب الشيطان بتاع فارس. تقول لي ياه، أقول لك طبعا، وأنت متخيل الحروب دي كلها مش من عمل شيطان؟ الشيطان بتاع فارس لما ربنا سمع صلوات دانيال النبي بعت ملاك، الشيطان بتاع فارس حارب الملاك ده، بس ربنا بعت الملاك ميخائيل علشان يحمي كمان وعلشان يهزم الشيطان ده. لكن في النهاية عمل ربنا يتم. يقول: هوذا ميخائيل واحد من رؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا بقيت هناك عند ملوك فارس، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة. اوعى تظن إن في شيء خارج رؤية ربنا، وده اللي يطمنك. يعني نرفع عنينا كده ونقول له: ليست فينا قوة ولكن نحوك أعين. مش عارفين نعمل إيه، لكن واثقين إنك مش غايب عننا، واثقين إن عينيك ما تقفلتش، واثقين إننا جوه إيدك، واثقين إننا في عينيك، واثقين إنك بتعيننا حتى وإن كنا متألمين. كل ما في العالم تحت تدبير ربنا، ملوك ورؤساء وجيوش ومباني، كل ما في العالم تحت تدبير ربنا، لازم تثق ده تماما. أيا كان الحكم، مين يحكم، مين يقعد على الكرسي، لازم تعرف ان ده كله تحت ايد ربنا. لإلهنا كل مجد وكرم الآن.